أنا في عمر 62 عام. نعم. هذه تقريبا 31 عام وما فوق. أيه. وعندي دونك الحالة ما عنديش مستقرة دائما، يعني كي عندي واحد بعض المرات كيتزاد عليا الحال، يعني كينوضوا لي دوك لي غيتام نور وعندي بحال تجيني المعدة ديالي بحال الحرقة في المعدة. تينوض هاد الشيء عندي بيريوديك، والعينين ديالي تيبقاو بحال ناشفين بحال سميتو هذا. وانا التريتمون كناخذها غير يعني مؤخرا، حتى لهاد الوقت تقريبا واحد سان كون الاخرانية عاد بديت كناخذ لي كورتيكويد، يعني من بعد ما استشرت مع واحد البروفيسور بنومولوج. نعم. واش عندك ملي تكلمتي مدام لطيفه فعلا، واش عندك رئتين مصابتان بهذا المشكل ديال اللحمانيه ساركويدوز؟ عندي خرج لي في السكانير ديالي، خرج لي في السكانير، خرج لي في بزاف، ويعني عانيت بزاف. نعم. الاول باش تشخص لي المرض يعني واحد المعاناه، ما نقولكش بروفيسور كيفاش دوزت، لانه ما تشخص لي دغيا انا تنعاود لك في لي زاني 80 لي زاني 80 شويه. نعم. كانت يمكن لا ميديسين باقا ما مقدماش بزاف. نعم. دابا مؤخرا زعما خرج لي في هذا، عندي لا سيكويدوز وكان عندي الاعراض ديالو كنحس بهم وداك الشيء. نعم. دابا اللي كاينه دكتور، واش الله يخليك، دابا تريتمون ديال الكورتيكويد كناخذ ايفيبريد. نعم نعم. الكورتيكويد على شحال لا دوز؟ 5 ملي غرام. 20 ملي غرام خديتها وحده في النهار ديال 20 ملي غرام. وحده في النهار ديال 20 ملي غرام خديتها بوندون اون سيمين. مازال كتبقى ينقص لك منها تدريجيا، هادشي اللي قال لك يمكن ياك؟ تدريجيا. دابا خديتها اون سيمين، يعني جودي ديرني، دابا هاد جودي خديت بديت كناخذ النص، يعني 10 ملي غرام. داكور واخا. ودابا حاليا بوندون هاد لا كريس بروفيسور الله يخليك، واش ممكن نمشي ندير اللقاح؟ هذا هو اللي شويه مضايقني. نعم نعم، السؤال محل. نعم واخا لطيفه، شكرا لك تواصلتي معنا. اذا هو المشكل ديال داء اللحمانيه دكتور ودغيري اللي تكلمنا عليه شحال من مره في برنامج صحه وسلامه. أيه. هو يعني هو مرض غير معروف، يعني الناس ما كاينش الناس قليل اللي تيعرفوا. ولكن مرض يعني كنشوف بشكل كثير، يعني يعني في العيادات ديالنا او في المستشفيات فكنشوف بشكل كثير. هو باش كيبدا دكتور ودغيري الناس اللي كيتصابوا بداء اللحمانيه شنو اول حاجه كتبان عندهم؟ هو مرض استاذ عفاف، هو كيصيب مجموعه ديال الاعضاء. نعم. هو دخل في امراض ديال المناعه الذاتيه، نصنفهم ضمن امراض المناعه الذاتيه، وكيعطينا واحد يعني مجموعه ديال الاعراض في مجموعه ديال الاعضاء. لانه كيقدر يصيب الجلد، يقدر يصيب الغدد اللمفاويه يعني داك لي غونغليون الولسيس، يقدر يصيب العينين يعني التهابات على مستوى العينين. يقدر يصيب كذلك الرئتين، بحال يقدر يبدا بحال شي ديال التشمع، كيبقى بشويه بشويه كيكبر وكيبانو كذلك الولسيس في يعني في الصدر ديال الشخص. يقدر كذلك المفاصل، التهابات على مستوى المفاصل. يقدر يصيب كذلك الدماغ، سكون ابيل نوروساركويدوز، واحد الطاش كيقدر يكون في الدماغ. يقدر يصيب القلب، يقدر الكلي، فيقدر يصيب جميع تقريبا جميع الاعضاء. فهو مرض وكل واحد كيفاش كيجي، كاين اللي غيجي في عيني حمرار في عيني فقط، كاين اللي غيجي بالولسيس، كاين اللي غيجي مشكل في الكحه وذاك النهجات اللي غيقيس القيس الوسط. كاين بعض الحالات كتلقى مجموعه، كتلقى تكلمتي على اللي غيتنو ذاك الطفحات او ذاك الحمرار على مستوى الرجلين، كيبداو يحمروا كذلك الرجلين وكيبداو يقصحوا واحد المكان كيسكون ابي لي غيتنو. فمجموعه ديال العلامات، وخصنا نوصلوا للتشخيص. المشكل اللي كيوقع انه ملي كيتصاب حدا غير فقط كيكون غير الولسيس لي غونغليون، او كيكون فقط غير الرئتين، دائما كنبقاو نشكو بين هذا دائما لو سكابيل ديغنوستيك ديفيرونسيال، يعني اما واش كنقول واش ساركويدوز ولا توبركولوز، لان كيعطيو تقريبا نفس العلامات من ناحيه الرئه. وحتى ملي كنقلبوا حتى ملي كناخذوا العينه، داك الالتهابات اللي كنلقاو في الساركويدوز كتشبه بشكل كبير لا توبركولوز، غير ما كنلقاوش واحد يعني كو سكابيل ان غرانولوم، كنلقاو واحد داك اللحمانيه بهذا اللي كنسميها بحال واحد الالتهاب على مستوى الشرايين او على مستوى الجلد. وفي في التوبركلوز كنلقاو دي بوكس طابيل نيكروز كازيوز. فهنا كاين يعني الفرق فقط بين هذه المساله هذه، كيعرفوا الاخصائيين. وبعض الحالات كنبقاو عندنا حالات، غير واحد السيده اشتغل البارح باش نسيت ما قلتلكش، العينين كذلك هذه كان حنا على مستوى العينين،
وبقينا انا والاخصائي في طب العين كنشكين واش لا توبركلوز واش لا ساركويدوز. فاعطينا الدواء لان درنا شي تحاليل ولقينا بان كاين عندها علامه ربما ديال لا توبركلوز ديال مرض السل، واعطينا الدواء ديال السل لمده 9 شهور وما كانش نتيجه. واضطرينا نقولوا بان راه ماشي لا توبركلوز راه لا ساركويدوز، راه كانت ماشي سهل باش نشخصوا الحاجه اللي ما كتكونش واضحه. راه ماشي يعني هذا الطب ماشي هو الرياضيات، ماشي 1+1=2. الطب كتكون الاحتمالات كثيره وكتكون بعض الامراض الاعراض كيتشابوا بمجموعه الامراض. كاين امراض اللي عندها علامات مشتركه ما كتعرفش واش هذا ولا هذا. كتبقى التجربه ديال الطبيب عاوتاني ربما كيكون نقاش بين الاخصائيين، يعني ملف كيقدروا يناقشوا جوج ثلاثه ديال الاخصائيين باش يوصلوا لواحد الحل. راه ماشي سهل بعض الامراض، ما كتكونش سهله العلاج ديالها. فباش نرجع للسؤال ديال مدام لطيفه، فهاد المشكل ديال مرض اللحمانيه تشخص عندي هاد السنوات، الرئتين ديالها فيهم مشكل، كذلك الجلد المسكين هاد المشكل ديال الريتانو، ربما العينين ديالها كذلك فيها احمرار. والطبيب عطاها هاد الماده الكورتيكويد حيت فعلا هو الدواء اللي كنعطيو باش ينقصنا من درجه الالتهاب. غير كنعطيو واحد الكميه بسيطه وكنحاول نقصوها تدريجيا، او كنخليو واحد الكميه بسيطه جدا ديال ربما ديال 5 ملي غرام او اقل، باش كنحافظوا باش ما يطلعش لنا الالتهاب، باش المرض ما كيبقاش يزيد يتطور اكثر. فهاد الكميه اللي ديال لي كورتيكويد اللي كتاخذ مدام لطيفه يمكن لها دير التلقيح فعلا، كون كانت كميه قويه وكان المرض يعني بواحد الحاله متفاقم نقولوا لها بلاتي شي شويه نصبروا على ما المرض يعني الحاله ديالو تستقر وديك الساعه نديروا التلقيح. لكن في الحاله اللي متواجده فيها حاليا وصلت لواحد الكميه ديال بسيطه ديال 10 ملي غرام ديال الكورتيكويد ربما غادي ينقص الطبيب اكثر، فيمكن لها دير التلقيح. لان هاد الناس وكما كنشيو كل مره ما تصورش معايا استاذ عفاف شحال ديال المكالمات الهاتفيه كتجينا يوميا عند كل طبيب في المستشفى، واش ندير التلقيح ولا ما نديرش التلقيح. خصنا نعرفوا الناس بان الناس عندهم امراض مزمنه راه هما التلقيح نديرو لهم هما الاولين بعدا. هاد شو الناس اللي صحاح، لان الفيروس على من كيقلب الناس اللي عندهم هشاشه صحيه، الناس اللي عندهم امراض مزمنه اللي عندهم مناعه ضعيفه هو اللي كيقلب على الفيروس. اما اللي بصحته راه الفيروس راه ما غيدير من والو، يعني نادرا بانك يقدر ياثر عليه. فهاد الفيروس هذا كيستغل هاد الظرفيه ديال الشخص اللي كتكون مناعه ضعيفه او كتكون عندهم امراض مزمنه، كيف هنا كينتشر وكيعطي مضاعفات وكيؤدي الوفاه. فالامراض المزمنه ماشي عائق باش نديروا التلقيح، العكس هاد الناس هما اللي كنصبغوهم، هما اللي عندهم الاولويه. الناس الاشخاص المسنين هما اللي عندهم الاولويه باش نلقحوهم. فقط كنقولوا انه المرض يكون مستقر، ما يكونش حاله ديال بحال واحد المرض اللي تفاقم بحال السكري لقى الخزان عنده 14 ولا 15% وعنده 4 ولا 5 ديغرام، ماشي هذا هو الوقت باش ندير له التلقيح. نقد السكر ديالو نعالجو عنده شي تعفن وديك الساعه ندير له التلقيح من بعد.